السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، درسنا لليوم الاحتمال المشروط من مقرر ريض 263 للصف الثاني ثانوي للفيز والريض. طبعا أهدافنا لليوم أن نوجد الاحتمال المشروط، وهدفنا الثاني أن نوجد الاحتمال المشروط باستعمال الجداول التوافقية. في البداية يجب أن نعرف ما هو الاحتمال المشروط. يسمى احتمال وقوع الحدث B بشرط وقوع الحدث A احتمالا مشروطا، ويرمز له بالرمز B بشرط B شرطة A، ويقرأ احتمال وقوع الحدث B بشرط وقوع الحدث A. كل إذا كان A و B حدثين غير مستقلين، فإن الاحتمال المشروط لوقوع الحدث B إذا علم أن الحدث A قد وقع يعرف على النحو التالي. طبعا نلاحظ قانوننا يساوي احتمال A تقاطع ال B على احتمال الجزء الثاني اللي بعد الشرط فهو ال A، فاحتمال ال A بحيث ان احتمال ال A لا يساوي الصفر. ننتقل الآن إلى سؤالنا اللي يقول يحتوي كيس على 52 بطاقة مقسمة إلى 4 مجموعات، لكل منها لون من الألوان الآتية، عندنا الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، ورقمت بطاقات كل لون بالأرقام من 1 إلى 13. إذا سحبت نوال بطاقة، فما احتمال أن تكون رقم 13 علما بأن ما سحبته 11 أو 12 أو 13؟ أول شيء الاحتمال المشروط بنلاحظ عندنا كلمة علما بأن، أوكي؟ فعلما بأن ما سحبته 11 أو 12 أو 13 راح يكون الحدث A. شنو بيكون حدثنا؟ طبعا عندنا ال 11 وال 12 وال 13. من ال 11 عندنا 4 ألوان، من ال 12 عندنا بعد 4 ألوان، ومن ال 13 عندنا 4 ألوان. إذا تشمل البطايق المجموع كامل راح يكون 12، فبنقول احتمال الحدث A 12 على 52، فيساوي بعد التبسيط 3 على 13. حدثنا B احتمال أن يكون الرقم 13. زين شنو التقاطع بيكون؟ احنا بعد ال 13 عندنا 4 بطاقات من كل لون فيه 13، إذا أنا عندي 4 بطاقات فبقول 4 على 52. ننتقل الآن إلى قانون المشروط، فبنقول احتمال التقاطع على احتمال الـ A، فبنعوض بنختصر وبيكون الناتج 1 على 3. ننتقل الآن إلى السؤال التالي، يحتوي كيس على 8 كرات زرقاء و6 كرات حمراء و5 كرات خضراء، سحبت كرة واحدة في كل مرة، أوجد الاحتمال في كل حالة مما يأتي. أول شيء نبي نعرف شنو مجموع الكرات اللي عندي إياها في الكيس، فعندي 8 + 6 + 5، فالمجموع كامل الكرات راح تكون 19 كرة. يقول لي أول حالة عندنا الثانية خضراء علما بأن الأولى زرقاء دون أرجاء. لما أنا ما رجع كرة للكيس فمعناه عدد الكرات راح يقل في السحبة الثانية، فمعناته في سحبتي الثانية اللي هي أبي تكون خضراء، ولأن بعد عندنا الأولى كانت زرقاء والثانية خضراء، إذا الخضراء ما تأثرت بسحب الكرة الزرقاء، فمجموعة الخضراء بتبقى 5 على 18 لأن المجموع الكلي للكرات تأثر. ننتقل للسؤال الثاني، يقول لي الثانية حمراء علما بأن الأولى خضراء مع الإرجاء، إذا المجموع الكلي ما راح يتأثر لأن مع الإرجاء، ولأن اللونين الكرتين مختلفين فمعناه الكرة اللي أنا أحتاجها هي اللي هي الحمراء ما راح تتأثر، فكم كرة عندي حمراء؟ عندنا حمراء 6، فبقول 6 × 19. الحالة الثالثة اللي عندنا الثالثة حمراء علما بأن الأولى حمراء والثانية زرقاء ودون أرجاء. دام دون أرجاء معناته بتأثر بالسحبة الأولى وبالسحبة الثانية، فبيصير المجموع في السحبة الثالثة 17. زين بعد عندنا الكرة الحمراء أساسا 6، لأن الأولى كانت حمراء فبقى عندنا بس 5، الثانية زرقاء فما بتأثر في الأحمر، فمعناه بتكون 5 على 17.
ننتقل الآن إلى الهدف التالي، وأن نوجد الاحتمال المشروط باستعمال الجداول التوافقية. فحص قيادة يوضح الجدول المجاور أداء الطلبة في امتحان القيادة الأول، علمي بأن البعض أخذ حصصا تحضيرية للامتحان والبعض الآخر لم يأخذ. طبعا لازم نعرف كم عدد الأشخاص اللي عندنا في الدراسة، فبنجمع جميع الأعداد اللي عندنا إياها، فبيكون المجموع الأشخاص في الدراسة 162 شخص. نتذكر قانون المشروط، وهو تقاطع احتمال التقاطع على احتمال الحدث A، ما احتمال أن ينجح راشد علما بأنه أخذ حصصا؟ فأنا علما بأنه أخذ حصص، هذه هي الاحتمال الحدث الأول. من اللي خذوا حصص؟ عندنا اللي خذوا حصص هم 64 و18، فلما بحطه في المشروط بقول 64 زائد 18 قسمه المجموع الكلي وهو 162. أن ينجح راشد اللي نجحوا وخذوا حصص، إذا عندنا 64، فبقول 64 قسمة 162، بطلع الناتج، فبيتكون عندي 64 على 162 قسمة 82 على 162، فبيكون الناتج بعد التبسيط 32 على 41. ننتقل إلى الجزء الثاني من السؤال، ما احتمال أن يرسب خالد علما بأنه لم يأخذ حصصا؟ نشوف فيها بعض. أول شيء علما بأنه لم يأخذ حصص، من اللي ما أخذ حصص؟ عندنا 48 و32، إذن في المقام بيكون عندي 48 زائد 32 على 162، لكن في البسط الأشخاص اللي رسبوا واللي ما أخذوا حصص، فرسبوا ما أخذوا حصص هما اللي راح أشر عليهم بالمستطيل، فقلنا 32 على 162، الناتج راح يكون 32 على 162 قسمة 80 على 162. في النهاية بعد إدخال بالآلة الحاسبة بالتبسيط راح يكون 2 على 5. شكرا لحسن استماعكم، ونرجو لكم النجاح والتوفيق.